لما كنا صغار كنا نبحث عن أقرب سكة للبيت، نختصر المسافات حتى نوصل بسرعة. وأتذكر كيف كنا نتحدى أنفسنا في لعبة السلم والثعبان حتى نختار أقرب مسافة للهدف. كبرنا وزادت الاختصارات في حياتنا، في الهواتف، في استخدامنا للحواسيب، بل وحتى في طريقة تعاملاتنا المالية. صرنا نحول فلوسنا من هواتفنا، حتى كلامنا صار مختصر. ما أقول هذا صح أو خطأ، لكن هذا الواقع. في الشبكات علمنا تويتر نختصر كلامنا في 140 حرف، وعلمنا الإنستغرام نختصر الفيديو في 15 ثانية. وبعد شركات الطيران تشجع للحجز من مواقعها الإلكترونية، تضمن لنفسها بيع التذاكر، وتضمن أنت وجود مقعد لك في الرحلة اللي تريدها. الحياة صارت سهلة ومختصرة، لكن مع هذا صاحبنا جالس ينتظر. أنا؟ أيوة أنت، يعني واضح أنك منتظر من مدة لمعاملة ممكن تنهيها بدقائق وأنت في مكانك. لا 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 لا، ما يحتاج تخلي خيالك بهذا المستوى من الفخامة، يعني يمكن تخلص أمورك وأنت في المقهى مع أصدقائك، أو أنت جالس في شارع الكورنيش. أعرف أنه المكان المفضل لك. ياه، عيشني الجو، وأنا ليش مطول السالفة؟ أختصرها أحسن. يا سلام، اختصرها أحسن وريح بالك. ونقول للجهات الخدمية شدوا حيلكم، نريد خدمات إلكترونية أكثر حتى تكون عمانونا رقمية.